السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله حضر معكم شوربة عدس. طريقة سهلة إن شاء الله تعجبكم. هذه طريقة صديقتي عراقية ست أمل. مرة أكلتها عندها وعجبتني، فقلت لازم يعني أشاركها معكم. طلبت منها تعطيني الطريقة. قالت لي الكركم وشعرية وبصل وطبعا عدس وزيت وملح، وقالت لي 2 مكعب مرق، وانا كان نعوضها بكمية بسيطة من فلفل اسود والكمون والكزبرة. نحضر وصفة الشوربة مع بعض وان شاء الله تعجبكم. يعني هذه الشوربة الناس كيديروها بزاف في رمضان، يعني احنا في المغرب كنديروا حريرة اكثر شيء، ولكن معظم في الدول العربية معظمهم كيديروا شوربة العدس للفطور. حط كمية من الزيت. أول حاجة أحمر البصل، والأكلات العراقيين صراحة روعة. الأكل العراقي أنا بيعجبني، خصوصا الدولمة. إن شاء الله من بعد ندير المحشي اللي كيسميوه بعض الدول المحشي، هما كيسميوه الدولمة، ولكن طعم الدولمة رائع. أنا كنت عند صديقة واحدة، صديقتي مدام سميرة كمان كانت عندها، عراقية نفس الشيء، ما شاء الله على طعم. أول مرة أكل هذا المحشي بالبصل، يعني كانت هي دايرة أنواع كلها من المحشي ومطيباهم، مطيبة الأنواع كلها في طنجرة واحدة، بدنجان صغير وبصل وكوسة، اللي احنا كنقولها كورجيت، ممكن نسميوها الشجر، وورق عنب، يعني كلهم دايرين في طنجرة واحدة. أنا أضيف العدس. مرة إن شاء الله نقدر نحشي على الطريقة المصرية وعلى الطريقة العراقية. كركم مكعبين مرق أنا ما عنديش، فأنا عودت بنص ملعقة فلفل أسود وكمون وكزبرة. أضيف ملح. خليها تغلي 10 دقائق، بعد 10 دقائق غنخفقها بالخفاق اليدوي. كتغلي نخفقها بالخفاق مثل ما قلت لكم. اللي بغى يطحنها في الطحانة عادي يطحنها في الخلاط. انا نكمل خفق لحد ما يختفي الحبات العدس، نقوش بين الحلقة كل حبات، ومن بعد إن شاء الله نضيف لها الشعرية. هذه الشعرية نحمر شوية في زبدة أو زيت، اللي كتحمر شعرية كي طعمها أحسن من أنها نحطها نديرها كوكنية. أنا بقيت كنخفق فيه تقريبا شي 5 دقائق، يعني تقريبا بدأ كي يختفي حبات العدس كاملة، لأنه ولا هذا النوع ديال العدس كيطيب بسرعة، يعني ما كياخدش وقت. أول ما طيب شعرية فنطفيها عليها، يعني تقريبا تاخد لها 6-7 دقائق. الشوربة خلاص جاهزة معانا. هذه كانت معانا شوربة العدس على الطريقة العراقية. هذا فيه ليمون، في ناس يحبوا يعصروا عليها ليمون. أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو
لا تنسوا تدروا اللايك واشتركوا في قناتي، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.